أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج معكم. كل الجهود المكثفة واللي قاعدة تقوم فيها وزارة الصحة والجهات الأخرى في الكويت وحتى الإجراءات الاحترازية المشددة لاحتواء فيروس كورونا لها كل التقدير والاحترام، إلا أن عدد الإصابات وحالات التقصي الوبائي تتزايد وهي حالات غير معروف مصدر العدوى فيها. صحيح أن الكويت متصدرة دول العالم على مستوى الإجراءات الاحترازية والفحص وحتى الحجر وجهود محاصرة الوباء، إلا أن هذا الوضع يخلينا نكرر ونقول لكم عشان تعب أخواننا وعيالنا في الصفوف الأمامية، التزموا وقعدوا بالبيت. اليوم وزارة الصحة أعلنت شفاء 5 حالات ليصل الإجمالي إلى 72 حالة، وسجلت 11 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 266 حالة. نرد ونقول ونأكد مثل ما قلنا قبل إن الحالات المخالطة تزداد، الرجاء ثم الرجاء الجلوس في المنازل. خلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 11 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 بحسب ما أعلنته وزارة الصحة. وفيما يخص حالات الإصابة الجديدة والتي جرى تسجيلها خلال 24 ساعة الماضية، فقد تأكدت إصابة عدد 11 حالة ثبتت إصابتها بمرض فيروس كورونا COVID-19 خلال 24 ساعة الماضية. حالتين مرتبطتين بالسفر، حالة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة، وحالة مرتبطة بالسفر للمملكة العربية السعودية وهي من الجنسية السعودية. كما سجلت 8 حالات مخالطة، حالة لمواطنة كويتية مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر لفرنسا وسويسرا، و7 حالات من الجنسية الهندية مخالطة لحالات ثبتت إصابتها بالمرض نفسه. كما رصدت حالة واحدة لمقيم من الجنسية الهندية وهي قيد التقصي الوبائي. ليرتفع مجموع عدد الحالات المسجلة في دولة الكويت حتى الآن إلى 266 حالة. وكان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق عن شفاء 5 حالات جديدة ليرتفع عدد الذين تشافوا ل 72 حالة. أما عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في المستشفى وصل عددها 194 حالة، 13 حالة منهم في العناية المركزة. وجددت وزارة الصحة دعوتها للمواطنين والمقيمين ضرورة الاستمرار في ثقافة التباعد الاجتماعي وعدم الخروج من المنزل إلا في الضرورة القصوى حتى في أوقات عدم الحظر، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد. ختاما نذكر إخواننا المواطنين والمقيمين الكرام بالالتزام بكافة القرارات والتوصيات الصادرة من الجهات الرسمية في الدولة وتوصيات منظمة الصحة العالمية كذلك، واتباع استراتيجية التباعد الجسدي أو الاجتماعي لتقليل فرص الإصابة وانتشار العدوى بين المخالطين، ولا ننسى ملازمة المنزل حتى في فترات السماح في الخروج خلال فترة النهار، وذلك لاحتواء انتشار مرض فيروس كورونا COVID-19 والقضاء عليه. نسأل الله الشفاء والسلامة للجميع، وسيجعل الله بعد عسر يسرا. We'll be right back.
معكم من جديد مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة. 7 محاجر هي مجمل عدد المحاجر الصحية حتى هالوقت، واللي تسلمتها وزارة الصحة للرعاية الطبية للمواطنين اللي تم إجلائهم من الخارج. خلونا نتابع هذا التقرير. تعتبر المحاجر الصحية خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا، مشهد يجسد الجهود الحكومية ممثلة بوزارات الدولة المعنية، الصحة والداخلية والتجارة والشؤون وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى لمكافحة الفيروس العالمي. تضافر الجهود الحكومية ساهم في إنجاح خطة الدولة للتصدي لهذا الفيروس، حيث تحول منتزه الوطنية إلى خلية نحل اختلفت في تخصصاتها ونجحت في تحقيق هدف واحد، وهو تأمين سلامة المواطنين القادمين من الخارج والعمل على سلامة المواطنين من خلال وقايتهم من انتشار كورونا من جهة أخرى. ومع محجر الوطنية يبلغ مجمل المحاجر 7 محاجر صحية حتى هذا الوقت. أطباء وممرضون ورجال أمن وطوارئ طبية ومتطوعو مؤسسات المجتمع المدني يعملون على مدار الساعة من خلال نظام النوبات للسهر على راحة نزلاء المحاجر في مشهد جسد تلاحم أبناء الكويت ضد هذا الفيروس. الطواقم الطبية ورجال الأمن انتشروا في كل مكان في هذه المحاجر، فهذا يداوي المرضى وذلك يحرس المحجر الصحي، وآخر يلبي طلبات النزلاء، والمتطوعون يساندونهم من كل جانب. مشهد جسد تلاحم الكويتيين وتكاتفهم في وجه الفيروس الذي بات يغزو العالم. سواعد أبناء الكويت رسمت لوحة وطنية وجميلة أعادت للأذهان فزعة الكويتيين إبان الظروف المختلفة التي تمر بها البلاد، حيث يؤكد الكويتيون وأبناء البلد في كل مرة أنهم أهل للمسؤولية الوطنية. نعود معكم مجددا، ومعنا على الطرف الآخر الدكتور أحمد الرشيدي اختصاصي أنف وأذن وحنجرة في محجر الوطنية. مساء الخير دكتور أحمد. مساء النور، وأحب أمسي على أهل الكويت كلهم من مواطنين ومقيمين، لأنها وطن للجميع. يعني دكتور كلمنا عن جهود وزارة الصحة خاصة في محجر الوطنية في هذه الفترة، تفضل. أول شيء بس أتكلم أن موضوع الحجر الصحي هو موضوع مهم جدا لحماية المجتمع، ومو مقصود في أنه يكون سجن، هو مكان للعزل عشان نحمي المجتمع إذا لا قدر الله كانت في حالات جاية من برا، هذا المقصود فيه. وحنا هني لخدمة الناس كلهم من المواطنين القادمين، نقدم لهم الرعاية الصحية. المجهودات هي مجهودات جبارة من جميع الجهات في طليعتهم وزارة الصحة. في بالنسبة لوزارة الصحة بذلت الغالي والنفيس لبذل الجهد من أطباء وفنيين وتمريض وحتى إداريين وخدمات لتقديمها داخل المحاجر الصحية. توفير طاقم طبي 24 ساعة يكون موجود، الصيادلة موجودين، يشتغلون كخلية نحل وكقلب واحد، بالإضافة إلى الفرق التطوعية والداخلية اللي تأمن احتياجات المواطنين بكل المجالات. طبعا هذه الاحتياجات تتوفر لهم من أدوية، حتى الأدوية تتوفر لهم الأدوية بكل مجالاتها. نعم دكتور، يعني أحمد وزارة الصحة ذكرت مفهوم التقصي الوبائي، عرفنا عن هذا المفهوم، ماذا يعني التقصي الوبائي؟ التقصي الوبائي معناته أن الحالة غير معروف من وين أخذ العدوى، يعني اللي جاي من برا احنا عارفين مثلا لا قدر الله طلع فيه الفيروس، الله يبعد الشر عن جميع المواطنين والمقيمين في دولة الكويت. التقصي الوبائي أن نعرف الشخص هذا من وين أخذ العدوى، من وين انتقلت له. فعادة هذا من وظائف الصحة العامة، يتابعون أولا بأول المخالطين ولحد ما يوصلون المصدر الأساسي للي من وين انتقلت له العدوى. المخالطين يعني لازم يتابعون المخالطين لحد ما يوصلون عند المصدر الأساسي. بالتأكيد دكتور أحمد الرشيدي اختصاصي أنف وأذن وحنجرة في محجر الوطنية، شكرا جزيلا لك.
مشاهدينا، يعني منو فينا ما سمع عن حالات التقصي الوبائي، لكن شنو اللي نعرفه عن هذا المصطلح؟ معانا في الاستوديو راح يكون الدكتور عبد الله المطيري، استشاري الامراض الصدريه. لكن قبل ما نبدي حوارنا مع ضيفنا، خلونا نتابع هذا التقرير ونعرف اكثر ما هو التقصي الوبائي. الخير، انا يعني استحلفكم بالله البقاء في منازلكم. بصوت واحد نقول ابقوا في منازلكم، ابقوا في منازلكم. حالات التقصي الوبائي تفتح ابواب انتشار الفيروس، فاما الالتزام او الانهزام. ففي الوقت الذي لا تزال فيه البلاد متصدرة دول العالم على مستوى الإجراءات الاحترازية والفحص والحجر وتقديم الرعاية للمصابين وبذل أقصى الجهود لمحاصرة الوباء، ورغم الإجراءات المشددة والجهود المكثفة من وزارة الصحة والجهات الأخرى المعنية لاحتواء فيروس كورونا، دخلت الكويت منعطفاً جديداً بسبب تزايد حالات التقصي الوبائي. ففي 18 من مارس الماضي سجلت الكويت أول حالة إصابة تحت التقصي الوبائي، وتكرر المشهد بإعلان حالات جديدة تحت التقصي، أي لم يتم التأكد من مرجعية الإصابة، وأن وزارة الصحة لم تتأكد من طريقة انتقال العدوى، في الوقت الذي كانت كافة الحالات المسجلة إما مرتبطة بسفر أو مخالطة مريض. عدم الالتزام بالقرارات والتوصيات الصادرة من الجهات الرسمية في البلاد وتوصيات منظمة الصحة العالمية، والتهاون بتوجيهات وزارة الصحة، وعدم الالتزام بالحجر المنزلي بعد إجراء الفحوصات اللازمة لمن فرض عليهم الحجر المنزلي، وقاموا بالاختلاط والتجمع في بعض المباني بالمناطق المكتظة بالعمالة المقيمة، زاد من أعداد الحالات المصابة. البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وتطبيق تعليمات وزارة الصحة والالتزام بالإجراءات الاحترازية السبيل الأنجح للوقاية من الإصابة ومحاصرة الوباء. مشاهدينا، نرحب بضيفنا الدكتور عبد الله المطيري، استشاري الامراض الصدريه. مساء الخير دكتور عبد الله، يسعدنا وجودك معنا اليوم. دكتور، يعني في البدايه نسمع دائما عن التقصي الوبائي، يمكن في بعض المشاهدين للحين مو عارفين ما هو التقصي الوبائي وخطوره هذا المصطلح، خلينا نفسر لهم هالشيء. التقصي الوبائي، اولا لازم نعرف الحالات اللي تسجلت عندنا بالكويت. في البدايه كانت حالات احنا نسميها مستورده من الخارج، اللي هم الناس جو من السفر من الخارج وكان عندهم الحالات من ايران مثلا، او بعدين من المملكه المتحده والامور هذه كلها. فاحنا عرفنا مصدر العدوى وين كان، اللي هو بعد ما عرفنا الحالات هذه وشخصناها عرفنا مصدر العدوى. لكن لما نقول ان في حاله تحت التقصي الوبائي، معناها ان المريض أخذ المرض لكن ما ندري شنو مصدر المرض عنده، ما في شيء واضح، لا هو مسافر مثلا ولا هو واضح أنه اختلط مع ناس مسافرين. دكتور، هذا شيء مقلق يعني. هو عادة التقصي الوبائي أو عدم وجود مصدر للعدوى عادة يكون دلالة على شيء متقدم بالنسبة للعدوى، أنه وجود انتشار مجتمعي داخل المجتمع. يعني الفيروس الآن ما قام يعتمد على أنك تأخذ أو شخصة من الناس المسافرين، وإنما ممكن لو تكشف فيه عن المجتمع بشكل عام تلاقي الفيروس منتشر عند الناس. فهذا مدعاة إلى أن الناس يكونون أكثر حذر، أن الآن أوكي مو شرط أن الشخص اللي قدامك يكون مسافر، مو شرط الشخص اللي قدامك يكون اختلط بناس مسافرين. هذا السؤال الثاني، يعني ممكن أن أعراض فيروس كورونا تصيب الأشخاص حتى إذا ما كانوا مسافرين؟ اي طبعا، الان مع وجود الانتشار اللي موجود الان، او العلامات الواضحه لوجود الانتشار اللي موجود عندنا في المجتمع، معناته ان الان في الغالب ما راح نقدر نربطه بالسفر، راح يكون عندنا انتشار في التجمعات، وين التجمعات بدا فيها يصير الانتشار. لذلك الطريقه الفضله او افضل طريقه ان نحاول ان
نمنع الانتشار هذا كله ان نقلل من التجمعات قدر الامكان بحيث ان الشخص ما يعدل، لان لا انت تعرف ان الانسان ما يقدر يعرف انه اذا هو حامل الفيروس ولا لا. احيانا في ناس يكونون بصحتهم زينه ومناعتهم زينه ما تطلع معاهم الاعراض، يكون معاهم الفيروس لكن ما تطلع معاهم الاعراض. شخص مثل هذا هو نفسه ما راح يعرف انه عنده الفيروس، فما راح يقدر يمنع نفسه انه يختلط مع الناس، فممكن ينشر المرض، ممكن لا سمح الله ينشر المرض لشخص مناعته تكون اقل فتبدا عليه اعراض المرض الشديده يعني. طيب دكتور، يعني هذا الشخص اللي ما تبين عليه الاعراض، يعني شلون تنتهي اعراض الفيروس عنده؟ تنتهي دورتها يعني؟ طبعا في ناس بدون علاج، في ناس الفيروس ممكن وطأته تكون بسيطه جدا عليهم، في ناس يكون معاه يحس شويه حراره يوم واحد مثلا او شويه حكه في الزور او كذا وبعدين ثاني يوم تنتهي، حتى ما كان او ما يعتقد انه اصيب بمرض. في ناس ممكن ما تبدا معاه اعراض اصلا يعني ولا تصير معاه اي اعراض بالطبع. يلتقط الفيروس وما يصير معاه، وهالشخص في دراسات اثبتت انه ممكن يكون معدي حق غيره مع انه هو لا معه اعراض ولا اشتكى من شيء ولا ارتفعت درجه حرارته، ومع ذلك ممكن يكون معدي للي حواليه. لذلك النصيحه دائما تكون اعتقد انك انت مريض وحاول انك تعزل نفسك عن الناس، واعتقد ان غيرك مرضى وحاول انك تبتعد عنه. لمتى دكتور يعني مده حضانه هذا الفيروس راح تكون ايش كثر؟ احنا نعرف ان مده حضانه الفيروس في العاده 7 ايام، لكن ممكن تمتد إلى 14 يوم، في حالات نادرة امتدت إلى 20 يوم أو أكثر، لكن الأفريج نقول 14 يوم. لذلك إحنا دائما نشتغل على قضية العزل لمدة 14 يوم تكون في العادة في معظم الناس كافية لمنع انتشار المرض. ولكن لما نشوف العزل اللي صار في مثلا في الصين في مدينة ووهان، لما استطاعوا أنهم يحددون أو يقللون من عدد الإصابات عزلوا المدينة لمدة شهرين، لمدة 8 إلى تقريبا 12 أسبوع، يعني من 2 إلى 2.5 شهر. لما استطاع، لأن ممكن واحد يصاب الآن ممكن بعده يصاب بعد أسبوع، اللي بعده يصاب بعد أسبوع، اللي بعده يصاب، وهلما جرى يعني. ولكن إذا استطعت أن تعمل عملية عزل قوية أو عملية عزل شديدة والناس فعلا التزموا بقضية العزل، لا يعتقدون الناس أن العملية أوكي يبيلها أسبوع أسبوعين وبعدين نطلع، لا، المسألة تحتاج لها احتمال أكبر من كذي. طبعا اللي يحكمني عدد الإصابات اللي قاعدة تصير معاي أسبوعيا أو يوميا، وش كثر الكيرف قاعد يطلع معاي، إذا يطلع معاي بشكل حاد أو يطلع معاي بشكل بطيء وكذي، هذه الشغلات هي اللي تحكمني أني أوكي الآن يمكن ما أحتاج العزل، يمكن أحتاج أبدأ أفتح على الناس شوي. طيب دكتور، يعني حدثنا عن جهود وزارة الصحة في حالات التقصي الوباء اللي قاعد تمر فيها البلاد. طبعا وزارة الصحة للأمانة من دولة الكويت بشكل عام من الدول السباقة اللي بدأت من سمعنا في وجود المرض هذا وأن المرض بدأ ينتشر وبدأ يخرج الداء برا الصين، بدينا بالإجراءات القوية من البداية، بداية من توقيف الدراسة، بداية من الدوامات العطل اللي صارت، بداية من عزل الناس، تثقيف العالم. نعم. الناس بدأوا يعرفون الحين ما شاء الله الكل صار خبير بالفعل، خاصة بالفيروس والكورونا، الكل صار يعرف يعني، الكل صار يقدر يجاوب لك على الأسئلة المشهورة يعني بالفعل. فهذه من الأشياء اللي صراحة الجهود الجبارة اللي يشكرون عليها الوزارة، أنه بدأوا من البدايات. احنا لما نلاحظ الدول اللي استهانت في المرض من البداية صارت الإصابات عندها شديدة. في البداية بدأوا يقولون إنه والله إنفلونزا عادية وما نحتاج نحجر وما نحتاج كذا وما نحتاج كذا، لكن شفنا الأرقام قاعد ترتفع بشكل عام بشكل شديد عندهم، نفس اللي قاعد صار بإيطاليا، نفس اللي قاعد صار بنيويورك، نفس اللي صار بالولايات المتحدة الأمريكية. بداية الاستهانة وعدم عزل الناس، وبعدين بدأوا يعانون من انتشار عدد الحالات الكبير اللي قاموا. مصدر كوفيد 19 دكتور، يعني احنا سمعنا في ناس قالوا من الخفاش، في ناس قالوا مصادر اخرى، يعني للحين ما تبين ما هو مصدر هذا الفيروس. هو قضية الخفاش لان الجين مال الكوفيد 19 يشابه جدا لجين الخفاش تقريبا، او جين الفيروس اللي يحوش الخفاش في الصين تقريبا 95% مشابه له جدا. قد يكون المصدر منه ما حد راح يعرف بشكل دقيق الان، ما حد راح يعرف بشكل دقيق، يمكن تحتاج لها دراسة تقصي ثانية أو كذا. لكن في طبعا هو من الفيروسات اللي كانت في الحيوان ووصلت إلى الإنسان، أو صار لها تحور معين وصارت تصيب الإنسان، وبعدين من بدأت تصيب الإنسان إلى إنسان خلاص دور الخفاش أو دور الحيوان الوسيط انتهى. هو طبعا الخفاش ممكن يكون في حيوان وسيط بين الخفاش وبين الإنسان، والإنسان بدأ يتناول الحيوان أو بدأ يتعامل معه
والفيروس هذا نوعية الفيروسات هذا اللي هي فيروس الكوفيد هذه احنا نسميها نوع الحمض النووي ماله RNA، والRNA هذا من نوع الأحماض اللي يتحور بسرعة ويتحور بشكل مكثف يعني ويصير فيه تغيرات سريعة يعني، فصار فيه التغير والتحور هذا وبدأ ينتقل للإنسان. نعم. من بدأ ينتقل للإنسان خلاص احنا دور الحيوان الوسيط هذا مو مهم الآن، الحين المشكلة انه حد الانتشار بين الإنسان والآخر. طيب دكتور، في فيديوهات انتشرت يعني بالفترة الأخيرة ان هناك ناس أصيبوا بفيروس كورونا خاصة في الصين وتعالجوا من هذا الفيروس ورد انتشر الفيروس مرة ثانية في نفس الأشخاص اللي كان فيهم أو عانوا من هذا الفيروس، ما صحت هذا الكلام؟ هو في بعض الأوراق العلمية اللي طلعت على ناس فعلا كانوا أصيبوا في الفيروس هذا وتشخصوا، خذت منهم مسحات وكانت المسحات إيجابية، وبعد فترة صارت المسحات سلبية وما كان عندهم أعراض وطلعوا وكانوا تحت التقصي، وبعدين رجعت مرة ثانية المسحات إيجابية لكن ما كان معهم أعراض، يعني المسحات كانت سلبية بالنص وصارت إيجابية بعدين. التفسير مو واضح لحد الآن، قد يكون في مشكلة في أخذ المسحات، قد يكون الفحص الإيجابي في مشكلة، قد يكون الفحص السلبي أصلا كان في مشكلة وما كان أصلا فحص سلبي، في عدة تفسيرات لهذا. لكن المؤمل أو اللي عادة نحن نشوفه أن الإصابة في مثل هذه الفيروسات تعطي شوية مناعة للإنسان، المناعة هذه شكثر تطول عند الإنسان أسابيع شهور ما حد يدري، لكن في الغالب تعطيهم. الدراسات قائمة دكتور، يعني في أشياء الآن قاعد تعطي دليل أن المرض هذا ممكن أن يعطي مناعة للإنسان. جهودكم يعني كبيرة تشكرون عليها دكتور عبدالله المطيري استشاري الأمراض الصدرية، شكرا جزيلا لك. العفو، شكرا لك. مشاهدينا طبعا يعني بعد إصدار وزارة التجارة والصناعة قرار وزاري بتثبيت أسعار اللحوم بأنواعها في السوق المحلية حتى إشعار آخر، كاميرا برنامج معاكم كانت لها جولة في هذا الصدد، زميلنا فريد دشتي وهذا التقرير. يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في إحدى الفقرات الميدانية. اليوم يينا شويخ سوق الجملة بالذات لبنشوف وفرة اللحوم، وأيضا قرار وزارة التجارة مشكورة على تثبيت أسعار اللحوم. نتابع كلنا التقرير. الغذائية يعني جمعيات سوبر ماركت وغيره، الحمد لله كل شيء متوفر يعني والأمور طيبة، ويعني هناك نظام يعني والأمور طيبة يعني. وبالنسبة حق اللحوم يعني ما شفنا في فرق، اي ما شفنا في فرق، وبوفر تثبيت الأسعار مثل ما هي الحمد لله قبل الأزمة، وما زلنا يعني الحمد لله وزارة التجارة مثبتة الموضوع ومن خلال القنوات وتلفزيون الكويت، يعني الحمد لله قاعد نشوف أول بأول تغطية زينة، والحمد لله جهود جبارة يعني من وزارة التجارة والحكومة ما قصرت. الحمد لله شفنا وفرة اللحوم وتثبيت الأسعار، ومثل ما قلت لكم مؤونتك لا تفكر فيها، فكر في صحتك. وزارة التجارة أيضا أصدرت قرار بتثبيت أسعار السمك في منافذ البيع حتى لا تثقل الظروف اللي تمر فيها البلاد كاهل المواطنين والمقيمين. كاميرا برنامج معاكم مرصد التفاعل رواد سوق السمك مع قرار وزارة التجارة، خلونا نشوف هذا التقرير. بعد إصدار وزارة التجارة والصناعة قرارا بتثبيت أسعار الخضروات واللحوم والسمك لمنع أي محاولة لزيادة أسعار السلع الغذائية، نزل برنامج معاكم إلى السوق لرصد آراء المواطنين. جيات السوق قليلة بس التلاعب موجود، محتاجين إلى رقابة على طول، يكون مراقبين. الوزارة ثبت، لكن المواطن لما يجي في بعض المواطن يقول لك مستعد إنه ياخذ الشغلة يوديها حق الوزارة يشتكي، في بعض الناس يقول بعد يلا خلنا ناخذ وامشي. احنا هذه مشكلتنا ان العاطفة تاخذنا. اذا في مجال انه يصير تلاعب صار في تلاعب، بس لكن هذا القرار طبعا راح يحد ويساعد. المواطنون طالبوا بوضع آلية للتسوق أسوة بالجمعيات التعاونية وتشديدا أكثر لمنع أي تلاعب بالأسعار. نطلب من وزارة التجارة والصناعة يشوفون سوق السمك ويخففون من الأعداد هذه، يعني هذه الله يستر فيها
يمكن فيها كورونا ولا شيء، يعني طالع السوق متروس ترس، المفروض يحطون شيء عند الباب يدخل 10 15 ولا 20 كذي. ايه نفس الجمعيات هنا بهذه، احنا نشوف فوضى صايره ان شاء الله. يعني انا ما حسيت بالاسعار الصراحه اذا فرقت ولا لا، لان انا متعود اشتري سمك كويتي والحين مستورد، ففارق وياي يعني مو عارف الاسعار مستورد بالاساس كم كان والحين شنو صار. طبعا ما في الا الكويتي قليل، الصيادين بعد شاترين وطلعتهم الحين ما يعني لما يروح البحر ويرجع يرجع بالعشر 10:30، لما يوزعونه هني صاير على 12 وحده، فما في مجال بعد يعني حده يلا يرجع البيت. التجديد بالإجراءات وتثبيت الأسعار بالإضافة إلى إلغاء المزادات جاء لحماية المستهلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد، وتطبيقا لتعليمات وزارة الصحة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. فاطمة العمي لبن. فقرتنا اليومية عن المواطنين في الخارج، فعلوا هاشتاج احنا معكم، خلونا نشوف هذا الفيديو. السلام عليكم، معكم طارق فهد الرباح، كلمكم من الرده. الحمد لله احنا ما ناقصنا شيء وبخير، بس نبي منكم شيء واحد، تقعدون بالبيت عشان نطرد الكويت. السلام عليكم، معكم طارق حسن امير، تحدثكم من الاردن بمحافظه اربد. الحمد لله احنا ما فينا العافيه، مو قصرنا اللي شافتكم ونطمنكم، وقعدوا بالبيت عشان عيالكم برديه يردون الكويت. السلام عليكم، معكم طارق فهد الرباح، تحديدا كلمكم من الاردن. احنا الحمد لله ما ناقصنا شيء وبخير، بس نبي منكم شيء واحد، تقعدون بالبيت عشان يردون الكويت. السلام عليكم يا أهل الكويت، معاكم طارق محمد العباد، أدرس في سان دييغو في الولايات المتحدة. حاب أطمنكم إن إحنا بخير ولا أحد يحاتي، إحنا ملتزمين بالحظر، وأتمنى إنكم تقعدون بالبيت عشان نقدر نرجع الكويت. يعطيكم العافية. في ختام حلقتنا خلونا نتبع تعليمات وزارة الصحة بضرورة اتباع استراتيجية التباعد الاجتماعي أثناء خروجنا من المنازل، ونأكد على الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى عشان نقلل فرص الإصابة وانتشار العدوى بين المخالطين ونهزم الوباء بعون الله تعالى. اليوم لازم نحط إيدنا بإيد وزارة الصحة والداخلية وكل الجهات اللي قاعد يتعبون ويسهرون على راحتنا، لا نضيع تعبهم، خلونا نصير صف واحد ضد انتشار الفيروس. الكويت تستاهل، ودورنا الحين نشيل التعب عن كل الجهود اللي شفناها. رجاء ثم رجاء التزموا بالبيت ولا تطلعون إلا للضرورة، فأما الالتزام أو الانهزام. اللهم احفظ الكويت وأهلها ومن يعيش على أرضها من كل مكروه. في أمان الله.